بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عطل دائما يتكرر والناس تجيبها للتصليح. بصراحة هاي الماركة اسمها باناسونيك بيها مشكلة، هي مو مشكلة بصراحة، امان بيها سلك الامان وبيها هاي الآلية. هاي الآلية شنو فائدتها؟ المفروض هذا ضاغط على هذه، اذا تشوفها ضاغط على الشكل فترتخي نوبات، ترتخي، فشي يصير تفلت، هذه تفلت من مكانها مثل ما كانت هسه في الساعة، خلي نرجعها زين. من تفلت من مكانها ايش راح يصير عندك؟ هسه اذا تفلت ما راح تفلت زين. على كل هالشكل لاحظ، من صارت هالشكل ايش راح يصير؟ راح يصير بانه كانما هسه طافيه. هاي الاليه تفيد شنو؟ من تسقط البنكه، اذا سقطت البنكه راح تطفي الكهرباء، لان هاي السويتش مربوط على التوالي ويا المشترك زين. ايش راح يصير عندنا؟ هسه اجي راح افحصها ما راح تشتغل مثل ما فحصناها ويا الزبون زين. لحظه واحده هالشكل، لاحظ هسه ما اشتغلت. ليش؟ لان هاي عندنا فالته مثل ما جتي بالحاله الاولى. الحاله الثانيه شنو؟ من اجي اعلقها وادوسها لاحظ افترت البنكه. فهاي اللي دي يصير عندكم بانه تفلت هذه، اما ينزلوها يمسحوها او نتيجه حركه تصير بيها فتصير هاي الحاله. هاي انتبهوا الاخوان لانه تصليحها كلش بسيط، يعني ما يستوجب يعني اصلا، فاحتمال توقع ويا مصلح وياخذ منك ارقام عاليه ويقول لك صلحتها. هاي الماركه باناسونيك، هسه راح نعدلها. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.